أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براسه، كانت صعبة عليه، حاول معاها والكرة إلى خارج أرضية الملعب وفيها راية مرفوعة، تسلل ضربة حرة غير مباشرة. كريستيانو رونالدو طالع الأيسر عند الإفواري، كونر مرر الكرة حلوة، عبد الرحمن غريب 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 يا غريب يا غريب، فيها خطورة الأبهى، وهنا سعد بجير، سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين عطوشي، أمين عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبهى، 1-0 من بدري من بدري من بدري، أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبهى. يا الكأس العالم بيقول إيه؟ بيقول إيه رباليني بعد العودة للفار؟ رباليني بيقول الكورة تسلل على أمين عطوشي بعد التسديدة اللي كان لعيبري على الأرض إلى أندرسون تالشكا، إلى كرة أمامية، محاولة عند جوستافو، ولكن المرة دي بقى التغطية ركنية، عبد الرحمن غريب يلعبها عالية، غريب محاولة تالشكا براسه لسه ما خرجتش لعبد الإله العمري، ولكن هنا زكريا سامي ويصفر رباليني، خطأ ضربة حرة من نصيب نادي أمل. صليهم عبد المجيد لعب كرة عالية، محاولة عند سلطان الغنام جوه منطقة الجزاء، طولت من قدامه ومرت إلى رونالدو، رونالدو رونالدو رونالدو، ولكن من أمامه سعد ناطق وحكم المباراة بيقول العب، رونالدو كان رايح لكن سعد ناطق طلع من تحت الأرض ولطأ وخد الكرة من جوستافو، مع الكرة جوستافو يلعب عرضية عالية عند صليهم، لحق صليهم نزلت ولكن سعد موجود من جديد، وهنا شوف الكرة من جانب إدريس صديقي ومعه سلطان الغنام، وهنا التدخل من لويس جوستافو، لكن هي تقطع وردت مرة تانية، محاولة من اليمين عبد الفتاح آدم آدم، ولكن التسديد ملعبه بيتحرك، قوة بدنية هائلة لسعد السلولي، البينية حلوة لآدم اللي يسدد ضغط، ولكن ألفارو جونزاليز نزلت عند سعد بجير، هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة، هنا عبد الفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض إنه يحتفل، دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا، هدف أول عن طريق عبد الفتاح آدم، 1-0. من الجانب الأيمن سلطان الغنام يلف الركنية العالية والرأسية، لسه محاولة عند عبد عبد الإله العمري، ولعب البينية الحلوة لسعد السلولي، سعد السلولي يلعب بينية يا راجل، حس التهديف كويسة، وهنا مشجعة نصراوية 30 متر تقريبا، وسعد بجير، سعد بجير خبطت في الحيطة، ولكن نواف العديدي على إدريس صديقي، اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب، يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبطت في المدافع وغيرت اتجاهها وإلى ضربة العرضية عالية على القائم الثاني، وصلت عند سلطان الغنام، فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة، العرضية فيها خطورة والتسديدة من غريب، لكنها عليت عن العرضة وإلى ضربة مرمى، ما شاء الله من أبرز المواهب السعودية حاليا هو عبد الرحمن غريب. الأيسر عبد الصليهم، عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد بيدور عبد المجيد يا راجل، كرة عند جيسلان كونان، كونان يلف العرضية جوه المنطقة، رونالدو استلم هيئة للصليهم، رونالدو يمر بعرض الملعب، رونالدو رونالدو يوسع لنفسه رونالدو، وهنا حكم المباراة بيوقف اللعبة، عيئها إلى لويس جوستافو، جوستافو يلعب كرة عالية حلوة وصلت عند غريب، كونان هيرجع لجوستافو، رجع عند لويس جوستافو، عرضية رونالدو ولكن في النهاية سهلة عند ديفيز إيباسي اللي يمسك الكرة بكل هدوء، رونالدو حاول ولكن في النهاية شوف العرضية حلوة من جوستافو، ولكن الرأسية ما كان بيجور، لكن بص الكرة جوه المنطقة، غريب غريب لعرضية من غريب لتاليسكا، يا لعيب يا لعيب، لكنها بمحاباة القائم الأيمن، أول كرة خطيرة بعد 15 ثانية، عرضية روعة من غريب قابل معاها باكورد أندرسون، كنا من الجانب الأيسر يمر، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ولكن المرة دي بقى جوستافو من الجانب الأيسر لعرضية عالية عالية، إيباسي طلع نزلت لتاليسكا ولكن ما سيطرش الجزاء، لكن الإبعاد رجعت في اليمين إلى سلطان الغنام، على الأرض إلى رونالدو، رونالدو يسدع يضغط الخيبري إلى مران، مران بينية حلوة لغريب، غريب يا راجل يا راجل، عندك زاويتين يا راجل، لكن يسدد وديفيز إيباسي هو اللي يتصدى لها، كريه سامي بينية حلوة يا لعيب، ولكن نواف العقيدي، والمرة دي غيستان كونان لسه الخطورة ويدفع
يمسك نواف العقيدي ومطالبة بركلة جزاء من سعيد اليامي، لكن حكم المباراة بيقول العب الى كرة طويلة لكنها لخارج الملعب والى رمي التماس. حافظ عليها على يمينه سلطان الغنام، لعب الكرة الى سلطان اللي ارسل عرضية عالية حلوة رونالدو براسه، لكن المرة دي يبقى الدفاع ابقى كويس. عرضية مرقسة الكرة لغريب، غريب جوه المنطقة هايل في التغطية سعيد اليامي. الفارو جونزاليس يلعب كرة طويلة عالية، تاليسكا استلم، تاليسكا مرمى عرضية، لكن افليه للمرمى لعيبة ابها، افليه للمرمى لعيبة ابها، مش عايز الى بينية حلوة، حلوة لسلطان الغنام، حلوة لسلطان الغنام، استلم الغنام عرضية عالية القائم الثاني بالايسر الى غسلان، عرضية من غسلان لكن عطوش يطلع، بيستكس جوستافو ياخدها على الطاير لكنها بعيدة عن المرمى والى ضربة مرمى حلوة من لويس جوستافو، لكن عدى لو عدى لو عدى، لعب بينية حلوة لسعد بجير ولكن غسلان كوندو، رونالدو وسع، رونالدو رجعت لتاليسكا. يا راجل يا راجل يا راجل يا رونالدو لتاليسكا تاني، لكن هو سدد اول نادي ابها انه يضيق الخناق، بل يصل لهدف تاني، يصل لهدف تاني يا راجل يا راجل. تسديده مرت لخارج الملعب، مران يلعب عرضية عالية، مرات عدت من قدام رونالدو والى ضربة مرمى، عدت من قدام رونالدو والى ضربة مرمى، رونالدو من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو الفارو وعبد الفتاح رابايني بعد ان شاهد الفار بيقول ركلة جزاء للنصر، بيقول ركلة جزاء للنصر. ايباسي تاليسكا وايباسي، ايباسي وتاليسكا وايباسي تاليسكا، روح النصر، روح النصر، روح النصر، تعيد النصر الى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي، ليتقدم العالمي، رونالدو وتاليسكا اثنين النصر واحد ابها، وهدف تاني عن طريق تاليسكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده من الفيديوهات المهمة جدا، هنتكلم عن طريقة من ضمن افضل الطرق واسهل الطرق اللي انا بستخدمها عندي، اللي من خلالها هتزود عندك وزن الزغليل وفي نفس الوقت برضو هتزود عندك الانتاج بطريقة سريعة جدا. طبعا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي ان احنا بناخد الزغليل من عمر مثلا الاسبوع او العشر ايام، وبنشتغل على الزغليل دي يدوي لمدة تقريبا اسبوع او عشر ايام، وطبعا كنا بنعزل الزغليل دي في مكان لوحدها بعيد عن الاهالي، ولكن طبعا في بعض الناس اشتكت وقالوا ان الموضوع صعب شوية علشان طبعا موضوع عزل الزغليل بعيد عن الاهالي وازاي ان انا هدفي الزغليل دي. فان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده زي ما قلت هنتكلم عن اسهل طريقه مش هيكون فيها تعب بشكل نهائي، يعني كل المطلوب منك ان انت هتدخل عند الحمام بس كل يوم من 5 دقائق ل 10 دقائق. طيب ايه بقى اللي انا بعمله في الوقت ده؟ كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الزغاطه بتاعتي وببدا ان انا احط الكميه بتاعت العلف اللي انا هاكلها للزغليل اللي عندي في المكان او الكميه الموجوده عندي. يعني مثلا لو انت عندك مثلا 10 تجواز، يعني لو نص كيلو علف زائد 50 جرام او 100 جرام من العيش زايد برضو 50 جرام من الكلفة العادية الناعمة اللي هي مثلا زي الذرة العوجة او القمح، وتخلط كل المكونات دي وبتبدأ انت تدخل على المكان بتاعك وبتشوف بقى الزغليل اللي هي موجودة عندك في المكان قد ايه، وبتبدأ ان انت تزق للزغليل دي بشكل يومي. وطبعا مهم جدا لو هتزق للزغليل او ان انت هتساعد مع الاهالي بالنسبة للزغليل، يبقى انا ااكل الزغليل دي اخر النهار مش الصبح، لان الحمام طول النهار هياكل الزغليل العادي وهيزق للزغليل، ولكن الوجبه الاساسيه اللي انا عايز اديها للزغليل دي بتكون اخر النهار، وده علشان ان الزغليل هتفضل طول الليل بدون اكل. وبكده العلف اللي انت بتزقه للزغليل اخر النهار ده بقى اللي من خلاله هيزود معاك الزغليل بطريقه سريعه جدا. يعني مثلا لو انت بتاخد الزغليل من تحت الاهالي في عمر ال 40 يوم او 45 يوم، فتقريبا كده لو انت استخدمت الطريقه دي بس 10 ايام او اخر 10 ايام قبل انت ما تفطم الزغليل دي، الزغليل دي هتكبر معاك بطريقه سريعه جدا، وتقريبا كده هتاخد الزغليل دي في عمر اقل من شهر او هتفطم الزغليل في عمر اقل من شهر. ده كان فيديو النهارده، اتمنى دعم الفيديو ده بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله.
شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.